السلام عليكم، انا ماما خارجة، جيت بنت جديدة عندها عامين، عندها تقلب في القلب، خاصها عملية ضروري. جيت لجمعية المغرب بوقعي الحمد لله، بنتي نجحت لهاد العملية. كنشكر هاد الاطباء لي هنايا، كنشكرهم وقفوا معايا، الحمد لله. كنشكر جمعية المغرب انطاق اللي عاونوني، كنشكر المحسنين اللي وقفوا معايا تجربتي العمليه.